بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للمحاضرات السابقة المتعلقة بالفصل السادس، محاضرة رقم 1 ومحاضرة رقم 2، الآن نأتي إلى المحاضرة الثالثة. لنذهب إلى صفحة 284، 200 أو العفو 248. لنذهب إلى 248. في صفحة 248 هناك تمرين اللي أمامنا. في صفحة 248 هناك تمرين يتعلق بسيلز ميكس بريك إيفن. ما معنى سيلز ميكس بريك إيفن؟ معناها استخراج نقطة التعادل لعدة منتجات. في التمارين السابقة بالفصل الخامس عندما كنا نستخرج نقطة التعادل سواء كان بالوحدات أو كان بالمبالغ باستخدام mathematical equation، باستخدام طريقة المعادلة أو باستخدام الرسم الجرافيك ميثود أو باستخدام contribution margin عائد المساهمة، كنا نستخرج نقطة التعادل على أساس منتج واحد. الآن باوعبها، شوف المثال اللي أمامنا، السؤال اللي أمامنا، عندنا 3 منتجات، منتج رقم 1، منتج رقم 2، منتج رقم 3، 3 منتجات. خلي نقرأ السؤال. شركة تنتج دراجات هوائية bicycles international produce and sells 3 different types of amountain bikes. يعني شنو؟ يعني شركة، هذه الشركة تنتج 3 أنواع من الدراجات الهوائية التي تستخدم للصعود على المرتفعات أو على الجبال. Information regards المعلومات المتعلقة the 3 model is down below. المعلومات المتعلقة بهذه البيسيكلات الثلاثة، بهذه الأنواع الثلاثة هي كالآتي. أول شيء يونت سولد، عدد الوحدات المباعة من 3 أنواع مجموعهن 40,000 وحدة. سيلينج برايس، سعر بيع الوحدة الواحدة. بعدين variable costs، التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة. زين، the company's total fixed costs to produce the bicycles are 7,500,000 دولار. التكاليف الثابتة لهذه الشركة لإنتاج الدراجات بأنواعها الثلاث هو 7,500,000 دولار. المطلوب الأول determine، حدد the sales mix، حدد مزيج المبيعات affection of units sold for the three products. يعني يريد نستخرج نسبة المزيج البيعي للمنتجات للبرو وللانترميديت وللستاندرد. هاي أول شيء. المطلوب الثاني البي determine، حدد the weighted average unit contribution margin. شنو معناها؟ معناها حدد المتوسط المرجح لعائد المساهمة. المطلوب الثالث determine the total number of units that the company must product to break even point. يعني استخرج نقطة التعادل لجميع المنتجات، لكل الشركة، الشركة تنتج 3 منتجات، إذا نستخرج نقطة التعادل لهذه الثلاث منتجات. يعني ما يصير نستخرج نقطة التعادل للمنتج الأول ونجمعه ويا نقطة التعادل للمنتج الثاني ويا نقطة التعادل للمنتج الثالث، النتيجة تطلع خطأ. وإنما هناك قانون آخر هو يستخرج نقطة التعادل لكل الشركة، لكل منتجاتها، سواء كان منتجين أو ثلاثة مثل ما هو أمامنا أو أكثر. النقطة الأخيرة دي determine، حدد the number of units
ما هي حدد the number of unit of each model that the company must product to break even. ما هي نقطة التعادل لكل منتج من هاي المنتجات؟ إذا النقطة C يريد منتج نقطة التعادل بالوحدات لكل الشركة. النقطة الثانية يريد نقطة التعادل لكل منتج من هذه المنتجات. نأتي طبعا للخطوات. سوليوشن هذا اللي أمامنا هو الحل. بالبداية نعمل جدول. هذا الجدول هو كالآتي. نكتب بالبداية البرو بايسيكل انترميديت بايسيكل أو باي أو بايك وستاندرد بايك، لأن ثلاث أنواع. أول خطوة نستخرج هنا، هذه الخطوة الأمامنا اللي مأشر عليها هو الاستخراج نسبة المزيج البيعي. نسبة المزيج البيعي، شنو معنى نسبة المزيج البيعي؟ معناها نسبة مبيعات كل منتج مقارنة بالإجمالي. شلون نستخرجها نسبة المزيج البيعي للأول؟ الجواب الجزء على الكل. ماذا يمثل الجزء؟ الجزء عدد الوحدات مالته. الكل الإجمالي عدد الوحدات. فنقسم 5000 اللي هو الجزء عدد الوحدات اللي نبيعها من المنتج برو تقسيم إجمالي عدد الوحدات 40000 يطلع الناتج 12.5%. نجي نستخرج نسبة المزيج البيعي للمنتج الثاني انترميديت، أيضا نقسم عدد الوحدات مال هذا المنتج، كم وحدة نبيع؟ 10000 على 40000 يظهر عندنا 25%. نجي للمنتج الثالث الستاندرد المعياري، نقسم عدد الوحدات اللي نبيعها من هذا المنتج على الإجمالي 40000 يطلع عندنا 62.5%. من نجمع هاي النسب تظهر لازم عندنا 100%، يعني 12.5% زائد 25% زائد 62.5% لازم تظهر 100%. مجموع إذن شلون نستخرج نسبة المزيج البيعي؟ أكرر وأقول كيفية سيلز ميكس اللي هي نسبة المزيج البيعي. الجواب نقسم مبيعات المنتج على إجمالي المبيعات، مبيعات المنتج على إجمالي المبيعات، أو نستطيع أن نقول الجزء على الكل. هذه الخطوة الأولى. نأتي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية نستخرج عائد المساهمة. شلون نستخرج عائد المساهمة؟ الجواب عائد المساهمة هو سعر البيع selling price ناقصا variable cost التكاليف المتغيرة. لأن سعر البيع 800 ناقص التكاليف المتغيرة 500 الناتج 800 ناقص 500 يصير عندنا 300. زين، بعد ذلك نستخرج أيضا عائد المساهمة للمنتج الثاني 500 ناقصا 300 يصير عندنا 200. إذن 500 ناقصا 300 هي 200. للمنتج الثالث 350 يروح 250، الجواب يصير عندنا 100. هذه الناتج اللي هنا 300 هو عائد المساهمة للمنتج الأول، الثاني 200 هو عائد المساهمة للمنتج الثاني، الثالث 100 هو عائد المساهمة للمنتج الثالث. إذن استخرجنا نسبة عائد المساهمة. الخطوة الثالثة اللي نستخرج بها the weighted average unit contribution margin اللي نستخرج بها المتوسط المرجح لعائد المساهمة. نضرب عائد المساهمة في نسبة المزيج البيعي. عائد المساهمة اللي هو 800 ناقص 500 قلنا 300 في 12 عدد صحيح 12.5% يظهر عندنا رقم معين. أيضا الثاني نضرب عائد المساهمة اللي هو 500 ناقص 300 200 في نسبة المزيج البيعي اللي هي 25% يظهر عندنا ناتج معين. بعد ذلك
هنا 350 ناقص 250 100 عائد المساهمة في نسبة المزيج البيعي يظهر عندنا رقم معين. من نجمع هذه الأرقام ناتج المنتج الأول والمنتج الثاني والمنتج الثالث راح يصير عندنا 150 دولار. إذن ال 150 دولار هذه هي عبارة عن المتوسط المرجح لعائد المساهمة. ما هو المتوسط المرجح لعائد المساهمة؟ الجواب هو عبارة عن ضرب، عبارة عن حاصل ضرب عائد المساهمة في نسبة المزيج البيعي. هذا عائد المساهمة، هذا نسبة المزيج البيعي. هذا عائد المساهمة اللي هو السعر ناقص الكلفة المتغيرة في نسبة المزيج البيعي. عائد المساهمة اللي هو سعر البيع ناقص الكلفة المتغيرة، الناتج نضربه في نسبة المزيج البيعي، ثم نجمع النواتج مال ثلاث حالات، يصير عندنا 150 ألف. الآن إذن هاي الخطوة الأولى استخرجنا نسبة المزيج البيعي، قلنا من خلال الجزء على الكل بهاي الخطوة. الخطوة الثانية استخرجنا المتوسط المرجح لعائد المساهمة اللي هو ظهر الناتج 150. الخطوة الثالثة نستخرج نقطة التعادل لكل الشركة بالوحدات، the break even point in unit. شو يساوي نقطة التعادل break even point in units؟ يساوي equal fixed cost، التكاليف الثابتة مقسومة على المتوسط المرجح لعائد المساهمة اللي هو 150. نأتي للتكاليف الثابتة، منطينها بالسؤال 7,500,000 دولار. تقسيم 150، هال 150 اسمها المتوسط المرجح لعائد المساهمة، يظهر عندنا 50,000 وحدة. إذن هاي الشركة إذا باعت من جميع منتجاتها على ضوء مزيج المبيعات هذا، إذا باعت 500,000 ففي هذه الحالة إيرادات هذه الشركة تساوي التكاليف وصافي الربح يساوي صفر. النقطة الأخيرة مطلوب دي، يريد نستخرج نقطة التعادل بالوحدات للمنتج الأول، للمنتج الثاني، للمنتج الثالث. نقول the break even point units to product for each product are to produce for each product are. نجي للمنتج الأول. المنتج الأول شلون نستخرج نقطة اللي هو البرو، شلون نستخرج نقطة التعادل مالته؟ الجواب نقطة التعادل لكل الشركة 50,000 في نسبة المزيج البيعي. المنتج الثاني هذا اللي انترميديت، شلون نستخرج نقطة التعادل مالته؟ نقول انترميديت يساوي 50,000 اللي هي نقطة التعادل لعموم الشركة اللي استخرجناها هذه في نسبة المزيج البيعي على 25، تظهر عدد الوحدات. بالنسبة للستاندرد نفس الشيء، نقطة التعادل لعموم الشركة 50,000 اللي هي هذه استخرجناها في نسبة المزيج البيعي لهذا المنتج 62.5%. فإذن بهالحالة راح نستخرج نقطة التعادل لكل وحدة من هاي المنتجات على ضوء نقطة التعادل لعموم الشركة. من نجمع نقطة التعادل للمنتج الأول وللمنتج الثاني وللمنتج الثالث، نلاحظ هي 50,000، هي نفسها نقطة التعادل لعموم الشركة لكل منتجاتها.